بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية جديدة اليوم، وهي استراتيجية أحمر أخضر. أحمر أخضر يعني إيه؟ أحمر أخضر يعني لو أنا قلت سألت واحد سؤال وكانت الإجابة صحيحة يقول لي أخضر، إن كانت الإجابة خطأ يقول لي أحمر. تمام؟ فهمناه؟ لو كانت صح إيه نعم صح تقول لي أخضر، خطأ تقول لي أحمر. خلاص؟ خلاص خلاص. بسم الله. أول واحد عندي أسامة. نعم يا أستاذ. لسه عندنا أسامة موجود. خلاص خلي بالك وركز معايا يا أسامة، كل واحد هسأله سؤالين اثنين فقط، إذا أجاب على السؤالين نجمتين أو نجمة أو لا شيء. كلمة الجار يا أسامة، كلمة الجار بها الشمسية. غلط. أنا قلت أحمر، لون أحمر أو أخضر؟ أحمر. أيوة نقول أحمر أو إيه؟ أو أخضر. خلاص؟ السؤال الثاني، كلمة جواري، كلمة جواري بها ثلاثة مدود. أحمر. أحسنت، عندك نجمتين يا أسامة، ممتاز. سعد، هيا يا سعد. جيبي. أنا أحب جاري لأنه أمير. أمير ما ينفع كده يا أمير. سكر يا أمير. سكر يا أمير. سعد. نعم أستاذ. إذا كانت الإجابة صحيحة تقول أخضر، وإن كانت الإجابة خطأ تقول أحمر. المفروض هيبقى معانا بعد كده نجيب ورقة مثل هذه حمراء وورقة بيضاء عشان نبقى مستعدين للاستراتيجية. لو أنا سألتك تديني لون أخضر أو كان الخطأ تديني لون أحمر، هنبقى نجهز ورقتين، واحدة حمراء وواحدة خضر. مضاد كلمة أحب يا سعد، لا تسكر الكاميرا يا سعد. خليك معايا يا سعد. مضاد كلمة أحب أحمر. أنا لسه ما قلتش حاجة. مضاد كلمة أحب أكره. أخضر. أيوة، إذا كانت الإجابة صحيحة قلت لي تسوي بالورقة الخضراء والحمراء. إحنا الآن نطبق استراتيجية أحمر أخضر، لو كانت الإجابة صحيحة هتعطينا أخضر، لو كانت خطأ تعطينا أحمر. هذا للغد إن شاء الله وللأيام القادمة. تمام؟ الآن نكتب لغتي. نعم؟ مين اللي بيتكلم؟ أنا أستاذ برا فاتح الماي. لا ماذا تريد؟ ما أريد شيء خلاص. تفضل يا سعد، قلت لك مضاد أحب وأكره، أخضر أم أحمر؟ أخضر. برضه ما فيش فايدة. برضه ما فيش فايدة. كلمة جاري يا سعد، كلمة جاري بها مدين. أحمر. لا يا سعد، عندك نجمة واحدة كده يا سعد. أخضر. خلاص الإجابة لابد أن تكون بعد التفكير. بارك الله فيك. محمد العوفي.
نعم. كلمة أعينه تنتهي بتاء مربوطة. مربوطة؟ لا، ها مربوطة. لا تقول لي، لا تقول لي لا ولا نعم، قل لي أحمر أخضر. أحمر. أحسنت. يعينني بها مد واحد. لا، أحمر. أحسنت. لك نجمتين. أحمد الزهراني. يا أحمد يا زهراني. نعم. كلمة كداري بها مد ألف ومد ياء. أحول. أحسنت. وداره تنتهي بتاء مربوطة. حط أحمر. نجمتين يا عبد الله. نعم. صاحبي بها مد ألف ومد ياء. أحمر. خطأ يا عبد الله، بها مد ألف ومد ياء. صح يا عبد الله. السؤال الثاني، دوما بها تنوين فتح. عبد الله. نعم. أحمر أم أخضر؟ دوما تنوين فتح. أخضر. قلت أخضر. أحمر. أحمر. ضاعت منك النجمتين، ضاعت عليك النجمتين يا عبد الله. دوما تنوين فتح. صح يا عبد الله. طيب خالد القرعاوي، خالد القرعاوي، ما حد يتكلم بدون اذن، احنا ماشيين بنظام. اللي بيتكلم بخصم منه النجوم. خالد. اشرب. يظل بها حرف مضاعف. افتح الكاميرا يا خالد عشان نشوفه، وانا عاوز حد يساعدك. يظل. عاوز احمر. يا احمر خطا. حرف مضاعف يعني حرف مشدد. هذا فيها حرف مشدد ولا ما في؟ طيب ليش تقول لي ما في احمر؟ طيب السؤال الثاني يا خالد، نبقى تنتهي بيا. لا. أحمر أم أخضر؟ أحمر. أحسن. لك نجمة، بارك الله فيك. لا تمشي يا خالد، خليك معانا. أنا قاعد ما برايح. بارك الله فيك. الآن دور عيسى. نعم سيد. أنت ركز معي يا عيسى، كلمة معا. أنت فين يا عيسى؟ ماني شايفك. أنا عاوز أشوفك معايا. أيوه كده. ركز معايا في السؤال. كلمة معا بها تنوين ضم. أحمر. أحسنت. أخضر. خلاص خلاص أنا سمعت. كلمة الملاعب بها الشمسية. أخضر. ما سمعت. أحمر. أحسنت. مين اللي بيقول أخضر ده؟ مين اللي بيتكلم؟ عبد العزيز سبت. طيب عبد العزيز، مخصوم منك نجمة عبد العزيز. السبب مش أنا. طيب عبد العزيز خلاص، أرجو أن نعطي فرصة لزميلنا أخينا يستفيد ولا نشوشر عليه. منصور تفضل يا منصور. تحسب. سؤالك يا منصور ايش هو؟ استنى بس لما اشوف عبد المحسن عمال عاوز يجي وبعدين بيروح اجيبه. بس بسم الله. اه خلاص اقبله معنا. سؤالك يا منصور. اي سؤال؟ ثواني نعدل الكاميرا شوي. ها اجيب لي مايك.
ما زال شوي اجيب الماي. ماشي على مهلك يلا. أرح. ماشي عاوز تجيب مايك؟ الماي كنت بشرب ماي. طيب براحتك جاهز؟ ايه. طيب اين انت منصور؟ في المقلب. اين الكاميرا؟ ما اقدر افتحها. طيب بعدين ما يحدش يساعدك يا منصور. والله ما حد جنبي. طيب اعينه همزه وصل. لا. احمر ام اخضر؟ هيا يا منصور احمر ام اخضر؟ ها؟ احمر. احمر احسنت. البيت جمعها البيتان. جمع البيت البيتان. لحظة استاذ، لا اكثر من مجموعة ولا بس المجموعتين؟ لا انا بقول لك الجمع يعني كثير. احمر. احمر. الاثنين مثنى، بيتين او بيتان مثنى، اما البيوت جمع. احسنت يا منصور، وعاجبني فيك انك تأنيت ولم تتعجل، لك نجمتين. امير. هيا يا امير. امير. يا امير استعد يا امير. السؤال لا اسالك فيه، لو الاجابه صح تقول لي، لو الاجابه صح تقول لي اخضر، لو الاجابه خطا تقول لي احمر. ماشي. انا طيب. ايوه كلمه انا، كلمه انا بها مد بالالف. أنا. أنا عاوز حد يساعدك. خلاص ما خلاص. طيب. طيب جمع كلمة صاحبي، جمع كلمة صاحبي أصحابي. صاحبي كثيرين. أصحابي أخضر أم أحمر؟ ها؟ أخضر. إجاباتك صحيحة. أخضر. إجاباتك صحيحة، لك نجمتين ما شاء الله. أسامة الصانع. اقفل يا أمير. أسامة الصانع. يا أسامة. نعم. استعد. جاهز. ماني شايفك. إيه. أنا ماني ما. أيوة كير تمام. جانبي يوجد بها مد بالياء. أحمر أم أخضر؟ جانبي. لا يا أسامة، أسامة، أسامة بص للكلمة يا أسامة. أسامة بص للكلمة وأنت تشتغل أنت. ها. أحمر أم أخضر؟ سمعني. أحمر أم أخضر؟ ماني سامع شيء. أخضر. أخضر، إجاباتك الصحيحة. كلمة الملاعب مفردها الملعبان. أحمر، إجاباتك صحيحة. بارك الله فيك يا أسامة. محمد عاد. هلا يا محمد. نعم. جاهز؟ إيه. تفضل يا محمد. السؤال كلمة الجيران بها مد بالواو. انا ماني انت رحت فين يا محمد؟ كبرتك فين؟ تكلم يا محمد. الجيران بها مد بالواو. تكلم. انت فكر يا محمد. احمر ام اخضر؟ أحمر. أحسنت. أول واحد يستخدم معنى
الأحمر والأخضر ويأتي بالأوراق. بارك الله فيه. محبب، محبب بها حرف مضعف يعني مشدد. اعطيني أخضر أو أحمر. محبب. يا سلام عليك يا رائع، ممتاز. نجمتين ونجمة من عندي كمان لأنك أحضرت أحمر وأخضر، أول واحد يحضر الأوراق، وهكذا تكون الاستراتيجية الصحيحة. لك ثلاثة نجوم يا بط. هيا يا فهد. يا فهد. أول واحد جبتها. أيوة أيوة اللي فاتت إن شاء الله. أنت أول ما قلت أنا جبتهم، هذول هم. يا عبد الله. أول أنا جبتهم. أيوة هذا. قبل دي استراتيجية غير الاستراتيجية. هذه استراتيجية أخرى يا عبد الله. أنت في صوت القروان، وأما محمد ففي أحمر وأخضر. خلاص. يلا يا فهد لا تعطل على زميلك. هيا. نعم استاذ. يلا يا فهد قول لي. جاهز. جاهز يا فهد. إيه. عاوز عينك معايا لا شمال ولا يمين. كلمة كلمة جاري بها مد ألف ومد ياء. أحمر أخضر. جاري. إذا كانت صح تقول لي أخضر، إن كانت خطأ تقول لي أحمر. أخضر. إيه؟ أخضر. أحسنت، أنا عاوز لا تستعين بالصديق، عاوزك تستعين بنفسك. جواري بها مد بالواو. جواري. لأن... عبد الإله سطر يا عبد الإله يا ابن حرام عليك. يلا يا فهد. هيا يا فهد. جواري بأمد بالواو. فيه. أحمر أم أخضر؟ أحمر أم أخضر؟ أخضر. وقعت في الفخ يا فهد، وقعت في الفخ يا فهد. قلت أن المد أخضر. المد بالواو يا فهد لابد أن يكون قبله حرف مضموم، والجيم تحتها قصرة يا فهد، كما أن الواو لابد أن يكون عارية ليس عليها شيء، وهنا الواو عليها فتحة، فهذا مد واو خطأ. الواو هي التي مدت بالألف، وال والياء والراء مدت بالياء، أما الواو ليست موجودة يا فهد. خلاص. من علامات المد بالواو يكون ما قبله مضموم وليس على الواو شيء. إذا وجدت على الواو شيء تعرف أنها ليست مد بالواو. جزاك الله خيرا. أخذت نجمة واحدة يا ركان. فركان يلا يا ركان. جزاك الله خيرا يا فهد. المرة الجاية يكون أفضل إن شاء الله. نعم. وعينوني بها ثلاثة مدود. وريني وجهك يا ركان. يلا هيا. ايش؟ يعينني بها ثلاثة مدود. احمر. على مهلك. اخضر ام احمر؟ احمر. احمر. أحسنت. ما كم مد يا ركان؟ إيش؟ بها كم مد؟ اثنين. مد إيه؟ مد ياء. ومد ياء. وكمان مد ياء. بارك الله فيك. السؤال الثاني. يزورني بها مد بالواو. أخضر. أحسن. جزاك الله خير. نجمتين. عبد العزيز. نعم أستاذ. أسعد
بها همزة، أين أنت عبد العزيز؟ نعم أستاذ. أين أنت؟ أين كاميراتك؟ أيوة كده نور معايا كده. أسعد همزة وصل. أحمر أم أخضر؟ لا تستعين بصديق. فكر أنت كما قلنا الهمزة كانت مكتوبة بإيه ومش مكتوبة بإيه. عيد السؤال. كلمة أسعد هل هي همزة قط؟ إذا كانت قط تقول لي أخضر، إن كانت وصل تقول لي أنا بقول لك هي همزة قط. أخضر. ماشي عبد العزيز. بلطفه، خليك معايا، بلطفه تنتهي بتاء مربوطة. خطأ. أحمر أم أخضر؟ أخضر أم أحمر؟ أحمر. أحسن. أحمر. لك النجمتين يا عبد العزيز. بارك الله فيك يا عبد العزيز. عبد الإله. نعم أستاذ. مضاد يحب لي يكره لي. صح. أخضر أم أحمر؟ أخضر أم أحمر؟ رأيت معك الألوان، وريني الألوان. أين الألوان التي كانت معك؟ أيوة هذا. تمام تمام ممتاز. الجيران مفردها الجيران، الجاران مفرد الجيران الجاران. مفرد الأحمر. أحمر. أحسنت أحسن حاجة. من لك نجمة لأنك بادرت وأتيت بالأوراق الحمراء والخضراء حتى تكون الاستراتيجية جميلة معنا. بارك الله فيك. بقي معنا أستاذ. أيوة كم نجمة لي؟ مين؟ عبد العزيز أخذ النجمتين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اللي عندي لسه عبد المحسن. عبد المحسن نعم يا استاذ. جاهز عبد المحسن؟ نعم يا استاذ. دمك حد عامل صوت؟ معلش يقول لي وقت الصوت عشان نركز. الجيران بها ثلاثة بها ثلاثة يا عبد المحسن. إذا كانت صح تقول أخضر، إن كانت خطأ تقول لي أحمر. الجيران بها ثلاثة أحمر أم أخضر؟ ثلاثة مدود. مد بالياء. أنا بقول لك فيها ثلاثة مدود، تعطيني أحمر أم أخضر؟ أخضر. أخضر، إجاباتك الصحيح. مد ياء، مد ألف، مد ألف، بارك الله فيك. صاحبي بها مدين. أخضر أم أحمر؟ يلا عبد المحسن. أحمر أم أخضر؟ يا عبد المحسن. أستاذ عيد السؤال. صاحبي بها مدين. أخضر أم أحمر؟ أخضر. سعد جزاك الله خير. في واحد بس لسه ما شارك، عبد الرحمن العسلي. عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، عبد الرحمن،
أين عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن، شافوا موجود معانا ولا لا؟ طب ثواني، الآن احنا كل الناس شاركت في استراتيجية أحمر أخضر، وإن شاء الله كل واحد يكون مجهز عنده ورقتين من حمراء وخضراء، ولو يكونوا كبار كده ويكونوا أقوياء يبقوا ممتاز، ولو يغلفهم حتى لا يعني ينقطعوا بعد ذلك يبقوا باقيين معنا إلى آخر العام إن شاء الله. في أيضا سنطبق استراتيجية جديدة إن شاء الله غدا، أصدقاء الساعة بنتفق يكون واحد يختار الساعة 3، واحد يختار الساعة 6، يكونوا 5-6 وبنسألهم، والفائز المجموعة الفائزة إن شاء الله بتكون هي التي حصلت على أعلى الدرجات بإذن الله. عبد المحسن يبدو أنه قد خرج، ف إلى الآن يعني خلاص نأخذ فاصل كده، اللي عاوز يشرب، اللي عاوز يروح أي مكان أو كده، حتى تبدأ الحصة التالية وفي رعاية الله. مع السلامة أستاذ. أستاذ عادي أقول لك شيء. شكرا. ممكن ننزل الحصة الثانية؟ أسامة لو خصمت. من الذي يريد أن يقول شيئا؟ أسامة النهدي أنا. قول يا أسامة. أستاذ متى تبدأ الحصة الثانية؟ بو 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة؟ لا، الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة. يعني خمسة. السلام عليكم. السلام.